اخويا واش تحب نقول لك؟ انا مولود ديالنا حنا مولود ديالنا مع جياسكا كنا كنحطوا مارك يخسروا قدامنا يخسروا معليش بالون هذا البالون بالون اللي تربح تخسر قدامنا هكذا معليش بصح هكذا ويكلوا كانوا يقولوا لهم لا بريسيون لي سيبورتور كانوا يقولوا لا بريسيون لي سيبورتور قدامنا هاهم يلعبوا ويكلوا ما كانش لا بريسيون هاهم خسروا باربعه مزادوا لهم درك هذاك واحد دوك راه ما بكوش تما ليكيب ولات ما تفرحش ولاو موديو ماشي كيما زمان يا خو ولات ما تفرحش تولي تروح للستاد يرحم باباك من 6 تاع الصباح هما مساكنين من بعد يزيدوا كان مع البوليسيا يزيدوا لا بريسيون قدامنا ما يفرحوهمش كيفاش تحب انت لي سيبورتير هادو ما يقعدوا ترونكيل ما يقعدوش ترونكيل يا خو المشكل تاع مولودي يا خو نقولك الصحه مولودي ماشي كيما زمان مولودي كنا كنروحوا الصباح على بالنا بمولودي راح تربح ماركي كي ما تربحش دير النيل دروك كي تروح على بالك بداك تسنى في الخساره هكذا دوك هذاك البروبليم وين راهو البروبليم الكبير لازم مولودية تنقى يا اخو دوك هاتيك مولودية تحب الرجال ولي جوال لازم يكونوا في حوله لازم يفرحوا هكذا و الخساره ما تغيتش الخساره ما فين اليوم تربح غدوه تخسر غدوه ها جات مديه البارح ربحت مع سيار بي نورمال ما فيش مشكل بصح يا اخو خساره مور خساره خساره مور لا ماشي تما يا اخو لازم مواد كاين شونجمون جياسكا اسمع حنا جياسكا كنا في وقتنا حنايا كنا كي نطلعوا للستاد مولديا خاسره 3-0 تيغاليزي وبن شيخي مارك كاتريام بيت هكذا ما ماركيش بن شيخي ماركي بطروني اي ماركي دراوي واحد فيهم يماركي هكذا درك يا خو تشوف ها يا خو واش الماتش هذا ربي يهديك يا ما دام ماتش هذا كلاسيكو كيما ماتش مودي جياسكا ويكلو يا راك شايف يا اخو ما فهمتش راه في ميجان في ميجان السيد راه ما انسان كبير تقلق رماها في الصداد تم ضربونا ب ويكلو تم يا تما كيف حبيت نفهم انا يا مقصوده هذه مقصوده من الرابطه من الاخر شريكي شوف حنا ما نذكروش واحد الفارع وبالاحجار يعني جايك يا اخو الحجر 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 ما كاين والو صح يهضروا على مولود يا مولود يا مولود يا ودي خطيونا بعدونا خلونا مولود يا اي مولود يا الضبيح تاعكم او الضبيح تاعكم مولود يا جياسكا ياك هكذا مولود يا جياسكا الله يبارك متعه في المدرجات وفي المتعه في الميدان كي شافوا مولود يا قالوا بسم الله برك ضربونا ويكلوا يا اخو من الاخر يا اخو ولا غاروكي لكم ربي يا كاين حاجه حبينا نفهموها احنا تهنينا بقراج بقراج كان عقابنا دوك جا هذا مطور ملي جا هو شحن علينا مولوديا عندهم شركه مولوديا ام داير كاع بشركات وري لي زيكيب لهم بلا شركات ملي يجي عقابنا ويحبوا يطوروا الكره تاع الجزائر يطوروها هكذا يطوروا الكره وان شاء الله برك في الروتور يزيدوا يديروها ويكلوا ما يبعثوناش اللي كان سبعوا حجر اسمع مع السي لا مين فتاع سياسي مازال ما درسوه ياك بلتنين مال فالجنت الربي طاب بلتنين ياك مارفين بلتنين يدرسوا القضيه معلش درسوها 24 ساعه طلبوا بوسبوب حبه هكذا برك بريكي تلقوا بريكي والله غير عيب والله يحوسوا يطوروا الكره طورها هكذا المهم قرجوا ما حصلت لهم هنا مولوديا والله حصل هنا ومازال نزيدوا نشوفوا ان شاء الله في اخر شوف الماتش هذا يا تاع مولوديا جياسكا مالك الناس الله اعلم ما انا نهضر واش نعرف البالون تاع مولوديا انا كولي الله اعلم الله ويكلوا هذه اللي جات ما كان ني في ميجان ني والو هاد لابريسيون جات كامله من اداره تاع مولوديه اللي حاكمينها الناس تاع صونا درك نقول لك علاش سوء السير بطوله غير بدات ما كانش قدامنا مع بارادو ان شعب دا يسخون قدام الناس زاد راح ليه كما كاين والو جات كوب دافريك خسرت لي مينا زاد السمانه الاخرى روتور معاه زاد خسر لا بريسيون لونترينور راح الاخر راح عاود ولا تقول دار خالي مبوع دخل له روح وعلاش ناس بكري خلاوها قالوها قال لك الراعي حاشم ما يسمع كي يكون يرعى وتهرب له البقره يا ويسمح في الدار روح يجيب البقره حليب ما يلزمش يروح له بقره يحلب هكذا مولود يا رئيس هنا تراك
مولوديه كاس ما كناش نتوقعوا نفوزوا عليها بخمسه باسكو مولوديه فريق كبير حنا كنا نتوقعوا نفوزوا وين جينا لهنا باش نفوزوا وين وعدنا الببليك ديالنا باش نحققوا الفوز هنا بولورين مي بصح بخمسه ما كناش نستناو فيها صافي با دار مولوديه فاب حنا اللي كنا ملاح اليوم وان شاء الله مولوديه يعاودوا يولوا لي ماتش الجايين كما يقول لك مولوديه نفهم الببليك ديالهم تغيط شويه خمسه تغيط بزاف وين على بالي بلي صعيبه باش يتجاوزوها ان شاء الله ان شاء الله في لي ماتش الجايين ان شاء الله يعاود يكتفيوا ان شاء الله شو تفوز على مولديه العاصمه بخمسه بيان سور يتبدلوا الناس تطمع حنا نحطوا رجلينا في الماء نزيدوا نكملوا نخدموا واللي فيها خاك بيجيبها ان شاء الله خرج عليكم ديمون شويه والحمد لله انا نخدموا وين زاد اللمسه ديالو بانت في ليكيب وين انا سون ديفات سي ماتش ولا سون ديفات تفوز على مولديه لهنا بخمسه ماشي سهله باسكو مولوديه ان شاء الله نكملوا هكذا ان شاء الله وفيها خير ان شاء الله صحه والحمد لله كما يقول لك هذا فوز مستحق من كاع لي بلون دومينينا كاع الماتش وين فزنا بخمسه ما يخفى عليك شكون طاق مولوديه عامل الانديه والحمد لله حنا كاع شباب القبائل وحنا هذا الريزلت خدمنا عليها مع كاع لي كلوب ماشي غير مع مولوديه جات في مولوديه 5-0 بيان ان شاء الله لي ماتش الجايين نكملوا كونفيرميو هذا الريزلت ان شاء الله بون مولوديه فريق كبير يقعد فريق كبير ان شاء الله يولوا ان شاء الله مع ليفيكتيف اللي عندهم ان شاء الله ينجموا يولوا مام خمسه تغيط شويه نتفاهم الببليك تاع مولوديه مي الحمد لله مولوديه خسرت مع جياسكا بخمسه ماشي مع ايكيب صغيره مام جياسكا فان كلوب ان شاء الله يا خو نكملوا حنا هكا ونتمنى واحد موفق لمولوديه العاصمه خويا تفوز على مولوديه انا ما نحبش ندير الضغط على اللاعبين ديالنا بصح تفوز بخمسه مع مولوديه العاصمه راني نقول لك مولوديه العاصمه ماشي ايكيب اللي جات تطمع ان شاء الله نطمعوا ماتش باغ ماتش حنا ان شاء الله علاش لا ما نلعبوش على اللقب باسكو تشوف المستوى تاع البطوله الوطنيه كاع كيف ما كاش ايكيب فوق ايكيب اليوم سحقينا الفوز هذا الحمد لله نهديوه الببليك ديالنا اللي ما جاش اليوم وين ما وعدناهم بالفوز وانا فزنا ان شاء الله بالاداء والنتيجه وان شاء الله مازال الله سويت ان شاء الله وي اون اي تري زيرو اون كرواي كو لو ماتش فا اتر ديفيسيل كوم ستنغان ايكيب مي Après avoir joué, surtout on les a tués à la première mi-temps. Donc comme le coach nous a dit, il faut courir du début jusqu'à la fin. Donc on a fait ça et je crois qu'ils étaient découragés depuis le premier mi-temps, après avoir marqué. Non, on va continuer à pousser, on va continuer à travailler, à pousser pour qu'on puisse garder le premier, on puisse rester sur le premier place, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, il y a beaucoup de matchs encore. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, awel haja, nchkrou zoumalaï ou taqm fanni ala tma'la al-majhoudat li bidlouha talt hada l'asbou'. الحمد لله حنايا جينا بور ان اوبجيكتيف ما جيناش بور ان بوا امنا في الحظوظ تاعنا على بالنا بلي عندنا ايكيب مليحه والحمد لله استحوذنا على النتيجه المقابله اداء ونتيجه وماركينا 5 بيت والحمد لله اللي ما انكيسيناش كي قطعت انا لاباسي فري كانت من 18 متر شفت شويه ديزيسباس الوسط كان فارغ و الحمد لله الواحد بروفيت هذاك لي زيسباس ومام لونترينور قال لي امن بلي عندك بوان فورس وانا استغليت هذاك تما الفراغ والحمد لله قدرت نسجل الهدف تاعي اول حاجه نشكر شباب الانصار تاع شباب القبائل على بالي ما كانش يستناو في السكور هذا نقول لهم بلي عندكم اون بون ايكيب ان شاء الله ماتش سي ار بي نشوفوكم اكثر من لي ماتش اللي فاتوا وان شاء الله نفرحوكم في نهايه الموسم ان شاء الله بيان سير درك 5-0 ماشي نمبورت كلاب مولودي الجزائر معروف وقليل ديجا اللي يربح في بولوغين الحمد لله النتيجه والاداء دي الحاجه اللي تفرحنا ان شاء الله احنا المباراه هذه كانت كما كنا على بالنا حاجه صعيبه سيرتو كونتر مولودي الجزائر كما نقولوا رجع بفوز من الاولمبيه وين احنا ثاني كنا طامعين باش نكملوا النتائج الايجابيه تاعنا وين حضرنا مليح المباراه هذه وان طبقنا الكونساي تاع المدرب تاعنا والحمد لله يا ربي وان ربي وفقنا وما خيبناش
يا خويا ان شاء الله نطلبوا نكملوا في النتائج الايجابيه هذه سيرتو الماتش جاي كونتر شباب الوزداد نحضروا ان شاء الله بكل جديه وربي ان شاء الله نزيدوا نقولوا لي سيبورتر تاعنا يزيدوا يعاونونا ان شاء الله في المباراه الجايه واش راه نقول لك يا خويا نشكر لك جميع الزملاء تاعي اللي تعاوننا كما بعضنا ونشكر كاع اللي عاوننا سيرتو المدرب دوما وربي ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله واش نقول فوز تاريخي سيرتو كونتر كيما نقولوا مولد الجزائر شباب القبائل كيما نقولوا لاماس بيناتهم سيرتو العام تاع العام اللي فات الحمد لله يا خويا ربي وفقنا وما خيبناش رواحنا وخيبناش لي سيبورتر تاعنا نقول لهم يزدوا يوقفوا معنا ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله كونتر الشباب الوزداد سي فيري فوز عريض وين ما كناش نتوقعوا لهذه النتيجه مي الحمد لله كما نقولوا بريبارينا بها الماتش هذا باش نربحوه ما خيب ربي ما خيبناش نقول اللي جو يعطيكم الصحه ستاف تكنيك ستاف ميديكال كاع ما نحبسوش هنا مازالت مقابله تاع سير بي في المصيف ستادنا ان شاء الله نطلبوا من البيبليك تاعنا ان شاء الله يزيد يسالنا كيما راه يساند فينا باش نافونسي ان شاء الله في الكلاسمون ما نقدرش نقول لكم ننتظروا مي بريبارينا قلت لك بريبارينا بها هذا الماتش باش نربحوه كنا حابين نجيو للعاصمه باش نعاودوا نولوا بلي 3 بوان الحمد لله كما نقولوا هذه النتيجه والاداء بفضل الخدمه اللي خدمناها في لاسومان وقلت لك ماشي هنا نحبسوا باسكو مازال الخدمه القدام ان شاء الله الحمد لله استلام الماتش كما نقولوا ماتش كلاسيكو بدون الجمهور مي الحمد لله احنا سي لاسونسيال كما نقولوا لي 3 بوان اليوم كان اداء وكانت نتيجه اليوم ما كناش نستناو هذا السكور مي الحمد لله احنا مدينا واش اللي علينا والحمد لله هذا الفيكتور هذه الحمد لله راه ما قري رانا كما نقولوا رانا في برومي بلاس مي احنا نبريباريو لوتر ماتش تاع سي ار بي ان شاء الله في ظروف احسن بعد النتيجه تاع اللي حضرنا اللي كانت اليوم سي با نوم باش نهضروا على التيتر ولا احنا رانا قلت لكم كما قلت ديجا رانا نجيريو البطوله تاعنا ماتش بار ماتش دي جوار لا بلي بار دي جان فو با نديرو عليهم الضغط لا بريسيون سي دي جوار دي جان حنا كيما نقولوا انا بريباري ماتش بار ماتش وليك تبارك ربي ان شاء الله مرحبا بها بون حنا وجدنا بيان لهذا الماتش تاع مولوديا وين رانا في اون بون ديناميك جينا اليوم البلوغين باش نحقوا ثلاث نقاط الحمد لله يا ربي وفقنا ربي وماركينا خمسه اهداف ونهديو الفوز هذا اللي سيبورتو تاعنا اللي كانوا غايبين اليوم نشكر كاع اللاعبين المدربين الاداره ستاف كاع راهم يديروا في المجهودات الحمد لله حنايا اليوم طبقوا العمل تاع المدرب في التيران الحمد لله ربي وفقنا وان شاء الله نحطوا كرانا في الارض وان شاء الله نخموا قدام ان شاء الله كما المدرب قلنا قعدوا كيما راكم هضر مع اللاعبين وهضر معنا احنا انا ولا ديفونس بما اونكيسوس خلوا الشباك نظيفه واللي زوار فاني في الدوزيام ميطو طبقوا قلنا ماناش رابحين قلنا نزيدوا نكملوا. صحيح كلمه الانصار شباب القبائل اللي غابوا اليوم على المباراه. شنو نقول لهم ان شاء الله يوقفوا معنا ان شاء الله وان شاء الله نزيدوا نفرحوهم ان شاء الله. جو با باي سو ان سكور اوسي لارج مي اون ايتي انتيليجون اي بي اون ريسي اوسي ا ماركي pratiquement 3 buts sur nos 3 premières occasions, donc ça fait mal à l'adversaire forcément. À partir de là, eux ont continué quand même à pousser, mais on a tenu et puis on a été en deuxième mi-temps. On parle d'intelligence sur les contres, c'est bien, c'est une belle victoire pour les joueurs. Oui, c'est dommage, autant pour nous que pour le Mouloudia, avoir des supporters, c'est ce qu'on veut, donc un stade soit plein, c'est comme ça. Maintenant, on doit rester professionnel, on était professionnel. Une grande joie pour tous les supporters de la JSK. Ça reste, ils ont perdu que 3 points, ils n'ont pas perdu le championnat. Hein. Mais non, oui, on avait, j'avais regardé les vidéos et dans toute équipe, il y a des failles, il faut savoir les exploiter intelligemment, c'est tout. On a eu de la réussite, mais on a aussi su jouer quand il fallait jouer, être des combattants quand il fallait être des combattants. Voilà, c'est un match plein pour nous. Non, on joue le maintien, nous. On a des bons joueurs, on a des bons jeunes, ça travaille. Le titre, j'ai jamais pensé, et eux non plus. Ce qu'on veut faire, c'est progresser cette année. Et puis on verra pour l'année prochaine, mais pour l'instant, c'est d'abord progresser, prendre des points là, à chaque match, essayer de gratter, et aussi d'être cohérent dans ce qu'on fait. بوزيتيف الحمد لله ليكيب خدمت واليوم جات النتيجه ونشكر كاع اللاعبين والمسيرين اللي وقفوا على هذا الفريق باش يكون باش عطينا نتائج مليحه. درتو تسنى 5-0 صراحه. لا ما امنش انا جيت نربح ما 5-0 ما امنتهاش راكم تشوفوا لا فيزيونومي تاع الماتش الحمد لله لي جون ما عندناش حنا عندنا لي جون عندنا جروب ما عندناش اللي ميو جواد الجيري ولا عندنا سوناتراك اللي دعم فينا حنايا رانا متواضعين مازالنا الخدمه القدام
لي جوار راح نحتاج لهم في الارض باسكو انا دوت دي في ار ان شاء الله على لافونيت. نجحنا باسكو حنا في الاول في البروجي قلنا لي جون نانفيستيو في لي جون وثاني الخدمه ما تنساوش رانا نخدموا صباح وعشيه والحمد لله اللي يخدم ينال. هذه هي الخدمه اللي جابتنا النتائج. حنا ثاني الجزائريين عندنا حق ثاني في البلاد هذه باش ناخذوا موان سوسيتي اللي راح تدعم شويه الفريق. حنا مازلنا المشوار مازال بعيد. حنا قلنا توجور ماشي دوك نغيروا لوبجيكتيف. حنا قلنا افيك سيت جون ايكيب نلعبوا البوديوم مازلنا وفا جوي كيما يقول لك الماتش ابري الماتش وان شاء الله اللي جات مرحبا بها. حنا لا انا كي جيت ما كاش لابريم حنايا ما عطينا لهمش لابريم. عندنا كيما ريغلمون عندنا ريغلمون انتيريور انا نطبقوا فيه ما كاش دي بريم سبيسيال الماتش هذا ولا الماتش واحد اخر. حنايا ان شاء الله فرحوهم احنا ثاني فرحونا هذه اوموند وي بيتيت وي علاش دوك كيما يقول لك هذا راح تدخل في التاريخ 5-0 ثاني بك المولوديه ليكيب اللي لعبت لا شامبيونز ليغ دافريك اللي لعبت اللي راهي تلعب لا كوبا راب. احنا مازالنا الخدمه لاعبين نفسيين وتكتيكيين حاولنا نصلحوا تكتيكيين. الشوط الثاني عملنا تغييرين حاولنا يعني نروحوا شويه دفعه والغاردي و بو دو ستابيليتي في ديفونس حنا عزي مكان دمو مكان اليو كان فريق منظم شبيب قبائل جي بيان بلاس فريق يعني درسنا جيدا اشاك فوا كان اشاك فوا كيكون الاتاك كنا اليوم نخسروا بثمانيه بسعه يعني واحد يكون صريح ماشي خلونا نلعبوا خير سناونا في كل مره كان هجوم مرتده كتكون هدف لولا يعني شعال صد اثنين ولا ثلاثه يعني اليوم دفاع مولودية صراحة ما نتكلموش على الدفاع الفريق كله هي منظومة ومدرب إدارة لاعبين أعطى فردية هذه كرة القدم ما فيش هدف ما نقولوا اللاعب هذا ولا اللاعب ولا الدفاع ولا سي فوتبول مودرن سي لانيماسيون سي لانيماسيون ديفونسيف ما وني باسي أكوتي اليوم النتيجة كانت تخي تخي سيفير نحاولوا نرجعوا اللاعبين نرجعوا لهم المعنوية تاعهم لأنه صعب جدا عملنا وثبه مع المديه ومع السي ار بي حصلنا اهداف في الشوط الاول لاعبين رجعوا يعني رجعوا من الناحيه النفسيه رجعوا للمرحله اللي كنا فيها قبل نشوفوا ان شاء الله اليوم الليل وبكره ان شاء الله نلقاو الحلول ان شاء الله. يعني قلت انا حصلنا هدفين مبكرين اللاعبين ما دخلوش المباراه مليح نظن هذا هو اللي كان منعرج هذا ماني خير من عرض المباراه. لا حاولوا اللاعبين حاولوا لكن لما تكون معنويا محبط يعني صعيب كونسيرفو في با لو ميتخ في با اللاعبين حاولوا بعدين كنتوا حصل على هدف رابع هدف خامس صعيبه جدا يعني بعد عود المباراه. والله احنا رانا هنا عمل مسؤوليه واحد ما يتهربش منها. انا كنت هنا نشي بريباغتور فيزيك نعطي الكول ادجوان ما كانش في مدرب حملنا المرحله خيرت مرحله يعني في ثلاث مباريات كان انهزام مع الصيف ولو ان درنا مباراه مليحه عملنا تعادل مع الشباب الوزداد فزنا مع المديه اليوم يعني شغل كان صعبه تبقى في التاريخ مباراه القدم انهزم 1-0 هي الامام سوف كولا مانيير اليوم اللاعبين ما قدروش يرجعوا في المباراه لانه ثلاث اهداف مبكره اثرت فينا. نعطيكم الجواب ثلاث اهداف الاولين اللاعبين فقدوا الثقه لما تفقد الثقه ما تقدرش يعني تلعب بناقص 50% من امكانياتك. اظن اللاعبين تاثروا كثيرا حاولنا نحفزهم حاولنا نخدموا معهم صعبه جدا. ما كاين اسباب غير رياضيه ولا شيء مباراه خسرنا شبيب قباني كانوا احسن منا كانوا منظمين احسن منا كانوا يحبوا يفوزوا مباراه احسن منا. انا اظن نكررها ما نعاودوش السؤال مرتين حصيله اهداف مبكره اثرت علينا كثير نفسيا صحيح نحاولوا نعالجوا حاولنا في المباراه العلميه حاولنا نعالجوا عندنا مباراه يعني حلوه من الناحيه الدفاعيه حاولنا نعالجوا هذه الاخطاء. نقول لك اللاعبين كما يكون نفسيا مش قادر بعد ما قدرناش نعملوا تغييرات اثنين ثلاثه حاولنا ندخلوا عزي باه يعزز شويه الوسط الدفاعي مع دخول عزي كانوا يلعبون بالمرتدات اللي كانت الاطلاق اطلاق رابيد ومع عندهم لاعبين ممتازين بن علجية اوتشي فيسون حملوا الادخال. اظن ماشي مشكله اللاعبين مشكله يعني السيستم مشكله هي اكثر منها نفسيا. السؤال يبقى مطروح سبع نقاط خارج الديار احنا يعني لما نقولوا خلاصه الفريق كيدافع احسن من يكون يهاجم ولكن شكون يتحمل المسؤوليه الان؟ نتحملها كامل انا الاول الاداره عملت فيها ثقه المرحله هذه الانتقاليه انا الاول نتحملها نحطوا كلش على الاداره وعلى اللاعبين. الاداره عطاونا لي مويا داروا لنا الوسائل
لاعبين اللي باسي اخوتي اليوم العام طويل سي با لا فان دي موند خليونا ايجابيين عدل الله ما شاء فعل. والله انا من نهار ديال المولوديه مدخول راك في ازمه في ازمه ما كانش ازمه ازمه النتائج نحاولوا نرجعوها. اظن المولوديه مش هذه مش يضخموا اشياء كثيره يطرد بريسيون يطرد رود كيقولها كلام كثير. الاسبوعين هذه ادينا في كما قلت الاسبوع الماضي في الهدوء في الكالم. مولوديه يتمها هدوء يتمها اشياء ايجابيه من خسر المباراه ازمه هذه كره القدم فيها فوز فيها خساره فوبا تخبط ايزي صايا ندوروا صفحه مباراه جايه مولوديه وهران نكونوا احنا فيها ولا صاف جديد نشتغلوا ونخدموا. نظن ما فيش ازمه في نوادي كبيره تمر بازمات نحاولوا نعالجوا احنا ما نحاولوش نزيدوا على الجرح. شي عجز قلنا ما يكون سيستم اوفنسيف لما نلعبوا يعني اكثر هجومي يعني نخليو ثغرات في الوراء وش حدث اليوم تلعب ادوميسيل ما كانش تلعب دفاعيا نظن ما لعبناش دفاعيين لعبنا بلوك ميديون سقينا اهداف كما قلت بسرعه. اللاعبين اللي جاوا راهم يأديوا في الواضح ما حدوش الحل الى 20 دقيقه. اظن بورديم من احسن اللاعبين في البطوله ما كانش ابري جابوس الميور من دو في الشامبيونه ما تقدرش تقولوا العكس حجوش لاندميور اريير غوش ريلي غوش في الشامبيونه. اظن مرحله جاو في مرحله وين المولوديه ما كانتش فيها نتائج ما كانت فيها شويه مشاكل لو يرجعوا امكانياتهم 100% بدنيين ونفسيين حيكونوا احسن ان شاء الله. ما ندخلش انا ما نتكلمش على الجمهور سي با ان بريسيون ما كانش جمهور لاعب شتموا لاعب سمعوا لو كان 20,000 ما يسمعش لما يكون واحد يسمعك ردة فعل عادية لو واحد يشتمك تخرج من المباراة. هذه أشياء خارج كرة القدم ما نعلقش عليها أنا ما ندخلوناش في أنا نتكلموا معني كرة القدم ما تكلمنيش حاجة أخرى. أنا هذا كل ما أنا شيء شو زادية نطلبوا ونكمل نخلص المعذرة من الجمهور يعني الجمهور المولودية كبير حط فينا ثقة ومن الإدارة حطت فينا ثقة ودمو دي ديكسكوز عطينا باه نعاونوا ليكيب باه نربحوها باه نديروا اشياء ايجابيه قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله القادم احسن بينا ولا بلا بينا. حنا رانا هنا في مسؤوليه انا في صلاريو مولوديه راني نعاون بقدر المستطاع ان شاء الله صلحوا الامور ان شاء الله الجاي يكون احسن ان شاء الله. طيب Good.